اهلا بكم يا اصدقائي، اتمنى يا ربي دايما تكونوا بخير. وحشتوني قوي، وبشكركم قوي قوي على كلامكم الجميل اللي فوق الوصف. النهارده هنتكلم عن موضوع كالعاده نزلناه في المنتدى واخد تصويتكم وباكتساح، والموضوع بتاع الحلقه: ايه هي افضل طريقه تعبر بيها عن حبك او اعجابك لاي برج في دماغك او شغلك؟ اكيد كل الابراج بتختلف من برج لبرج، وده اللي احنا هنعرفه في الحلقه دي. يلا بينا. البداية بس بقول لك، لو كنت لسه جديد يا ريت تعرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك علشان نفضل متواصلين مع بعض. وكمان انا سايب الانستجرام بتاعي في الوصف بتاع الفيديو لأي حد حابب يتواصل معايا. ويا ريت قبل ما نبتدي كده بقى نشجع بعض بلايك، في حد هيكسل؟ يلا محدش يكسل ودوسوا لايك. يلا ناخد أول برج معانا، وهو برج الحمل الناري. أفضل طريقة تعبر لبرج الحمل بيها عن إعجابك أو مشاعرك: البرج ده عايز إثارة وتشويق، رجل أو امرأة، إثارة وتشويق يعني. وكمان ما تطولش قوي، يعني ما تقعدش بقى تشغله وتطول، لأن هو من الأبراج الملولة واللي بتزهق بسرعة، يعني لازم تشوقه وتعمل له إثارة كده في الموضوع وبعدين تصارحه، وحاول إن الفترة ما تكونش طويلة قوي. ولأن أنثى برج الحمل ملكة التمرد، ولأن رجل الحمل من الأبراج اللي بتقلب بسرعة، فلو لقاك إن أنت عامل عليه تقيل صدقني الموضوع يعني مش هيستحملك قوي. أي نعم التقل مطلوب، لكن ما تبالغش فيه قوي وتزود فيه قوي، دي أكتر حاجة تخلي بالك منها. يلا بينا ندخل على برج الثور الترابي. برج الثور الترابي رزين ومتزن، يعني ما هوش عايز اندفاع عكس برج الحمل تماما. البرج ده بالذات راجل سواء او ست عايز كل مرحلة تاخد وقتها، تاخد وقتها قوي قوي قوي. خلي بالك من النقطة دي. يعني ايه؟ يعني ما تحاولش ان انت تتخذ معاه طريقة في التعبير عن مشاعرك او اعجابك مندفعة او متهورة او تستعجل قوي في النقطة دي. أما برج الجوزاء الهوائي، دول عايزين في التعبير عن الحب مفاجأة، فاجئهم، ودي صدقني أفضل طريقة إن أنت تعبر لهم بيها عن مشاعرك أو حبك. ممكن يحبوك من المفاجأة دي، المفاجأة دي بس. أيوة بس، يعني هما برج أو هو برج عاشق للحياة، عاشق للمفاجآت وعاشق للمغامرات، ومتقلب جدا جدا في المزاج، وما بيحبش الروتين. وبالنسبة له أكتر حاجة ممكن تكسر الروتين في حياته هي المفاجآت. بتعرف تعمل مفاجآت ومعجب بحد برج جوزاء؟ ما تضيعش وقت. أما برج السرطان المائي، فده بقى عايز رومانسية في التعامل، ولا سيما لو كانت امرأة. يعني وردة كده كلام حلو، وعلى فكرة ممكن تصدقك أوي لو أنت كنت رومانسي أوي. أفضل طريقة ممكن تدخل لها بيها والرجل أيضا تستهوي الست الرومانسية الرقيقة أكثر من المندفعة أو حادة الطباع. المشكلة اللي ممكن تقابلك هنا أو تقابلك هنا، لو أنت معجبة أو لو أنت معجب ببرج سرطان وأنت ما أنتش رومانسي أو مالكش في الرومانسية، في الحالة دي لازم تدي لنفسك دروس شوية وتمثل إن أنت رومانسي، لأن البرج ده بالذات يعني بيكون شيء من الأساسيات اللي بيحتاجها في الطرف الآخر الرومانسية. السرطان بالذات ملوك الرومانسية والإحساس. أما برج الأسد الناري، فأهم حاجة وأفضل طريقة ممكن تدخل بيها عليه بقى لو أنت داخل في سكة اعتراف أو تعبير: الثقة. وإياك إنك ما يكونش عندك ثقة وأنت داخل تقتحم حياته أو تقتحم حياتها. لابرنسس أنثى برج الأسد لازم تحس إن أنت قوي، وكذلك أيضا رجل الأسد ما يحبش أبدا وما تستهويهوش الست الضعيفة أو مكسورة الجناح أو المسكينة زي ما احنا بنقول. يعني خليك معفرت، خليك لمط، خليك لبخ، خليك كده بتلعب بالبيضة والحجر. هما بيعجبهم على فكرة إناث ورجال، البرج ده برج الأسد الناري بيعجبهم شوية النوع ده بالذات في البداية يعني. بس خلي بالك بقى، يعني ما تطولش او ما تزودش قوي في كده، لحسن ساعة ما هتتجننوا على بعض هتقوم حريقة.
أما برج العذراء الترابي فخلي بالك، خليك ذكي بقى في البرج ده، خليك وانت بتتعامل معاه كده وجاي بقى بتعبر له عن مشاعرك، يعني خليك ذكي في التعامل معاه وخلي أسبابك منطقية منطقية قوي، لأنه هيسألك غالبا ومش هيقتنع بسهولة، لازم تدخل كده تركب في دماغه عشان يصدقك، فخليك منطقي وانت بتتكلم معاه. وما تستبعدش بقى ان برج العذراء هيكشفك لو انت كنت يعني جاي تهزر او ما انتش جاد، هيفهمك على فكرة، وغالبا هيفهمك من اول مرة يعني، وساعتها ممكن يحرجك قوي لانه هو في الخطابة او لسانه ما يتوصاش، يعني يقدر ان هو يحط عبارات تقيلة توجع. اما برج الميزان الهوائي فانا هقول لك حاجتين، خليك دمك خفيف وخليك مرح وما تبقاش اتم ولا دمك تقيل كده ولا منطوي ولا ملكش علاقة بالناس ولا الدنيا في اتجاه وانت في اتجاه، وكمان خليك شيك قوي 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 لأبعد الحدود، كفاية قوي كده يعني. وانت بتعبر لبرج الميزان عن اعجابك او عن حبك خليك مرن، ما تبقاش تقليدي ولا روتيني، خليك فرفوش. يلا بينا ندخل على برج العقرب، يلا بينا. شوف العقرب يعني غالبا انت قبل ما تيجي تكلمه هو هيكون عارف انت جاي تقول ايه، فهيوفر عليك كتير بس هيسيبك تتكلم وهيشوف طريقتك، فخلي بالك بقى يعني ما تبقاش مدلوق قوي وما تبقاش رامي نفسك قوي وتجيب كل اللي عندك مرة واحدة، لازم شوية غموض، لازم شوية غموض. العقرب رجل وامرأة بيجذبهم الطرف أو الشخص الغامض التقيل، خلي بالك من الحتة دي، وما تبقاش رغاي قوي وانت بتتعامل معاهم، ولا سيما في الأمور التافهة قوي عشان هما بيصدعوا بسرعة. بعد كده بقى برج القوس الناري، برج القوس الناري زي الحمل كده، يعني ايه زي الحمل كده؟ يعني ما تبقاش بطيء، ما تبقاش بطيء في تعبيرك عن مشاعرك ليه، وعلى فكرة هم لو حبوك او اعجبوا بيك هيدوك رياكشنات توضح لك ان هم مهتمين بيك، برج القوس ما بيحبش يضيع وقت بالذات في الحياة العاطفية. اما برج الجدي الترابي، تحية للمرأة الحديدية، معجب بحد برج جد، بتحب حد برج جد، وقررت ان انت تعترف وبتدور على افضل طريقة، خش معاه من سكة الصراحة وبلاش لف ودوران وما تعملش نفسك فهلوي، خلصت. اما برج الدلو الهوائي، بتحبه معجب بيه، قررت خلاص ان انت تصارحه، عذبه شوية اتعبه شوية، واياك ان انت تكون قدامه في البداية بالذات كتاب مفتوح. برج الدلو بيحب شوية انه يفكر يشغل دماغه، فخلي التفكير ده يكون فيك، لو نجحت ان انت تعمل كده يبقى انت تمام التمام مع برج الدلو الهوائي في البداية. كمان في حاجة مهمة، ما تتسرعش، خلي ايضا كل حاجة تاخد وقتها، يعني مش تبقى عارفه امبارح وعايز تصارحه النهاردة، او عارفه من اسبوع وعايز تصارحه النهاردة، لا خليك تقيل شوية معاه، وفي نفس الوقت ما تبعدش عنه، لان هو من الابراج اللي تقدر ان هي تنسى على فكرة، لو حطت في دماغها تنساك عندها القدرة لكده. يعني خد العملية او العلاقة معاه بشكل تدريجي بمعنى الكلمة، تدريجي جدا تدريجي جدا، ادي لكل مرحلة وقتها. يلا بينا ندخل على اخر برج معانا وهو برج الحوت المائي، يلا بينا. يعني اهل الحب هم أبراج الحوت، مرأة برج الحوت ملكة الرقة أو ملكة الرقة، حسسهم بالأمان دايما وانت بتقرب منهم، دايما حسسهم ان انت ليهم كل حاجة. البرج ده بالذات بيكون محتاج الطرف الآخر يكون ليه كل حاجة عشان يعوضه عن كل حاجة، خلي بالك أوي من النقطة دي، وما تكونش حاد وما تكونش منتقد، لأن النقد بتاعك ده في البداية وفي بداية العلاقة كده ممكن يطيره جدا أو يأذيه على أقل تقدير منك، وإحنا طبعا مش عايزين ده. يعني برج الحوت هتتعب شوية قبل أنت ما تصارحه، أنت وشطارتك لازم تحتوي، البرج ده بالذات
عايز من البداية كده يحس ان انت كل حاجة في حاجة واحدة، ان انت هتحتوي قوي. تعملها ازاي دي؟ انت وشطارتك بقى، مش انت اللي بتحب حد من برج الحوت، خلاص اشتغل على نفسك. حبايبي اتمنى الحلقة تكون افادتكم وتكون عجبتكم، واكتبوا لي اراكم، انا بقرا كل التعليقات وبتقبلها ايا كانت، وبستناها دايما قبل ما ارفع اي فيديو او اي حلقة. وما تنسوش لايك تشجيعي للقناة وللفيديو، ولصاحب القناة هتوحشوني.